قاضية في وزارة العدل السورية هربت خارج البلاد واستنجدت بالرئيس بشار الأسد ليحميها من تهديدات مسؤولين كبار، فكان رد الرئيس عليها غير متوقع. فما القصة؟ في الشهور الماضية خرجت قاضية في وزارة العدل تدعى فتون خير بيك في مقطع فيديو، وطالبت حكومة دمشق بحمايتها من شقيقتها سيدة الأعمال خلود خير بيك الموقوفة بسبب تهم بالاحتيال والنصب على المواطنين، حيث ادعت أن شقيقتها تتآمر عليها مستغلة علاقتها مع شخصيات كبيرة داخل سوريا لتهديدها. وأوضحت فتون والتي كانت تشغل منصب قاض في محكمة الجنايات بدمشق أن شقيقتها أقحمت اسمها في قضية عمرها 12 عاماً عن طريق علاقاتها النافذة، حيث تم فتح القضية ووضع اسمها من قبل وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية محمد رحمون، كما تم منع المحامين من الاطلاع على ملف الدعوى. وأكدت فتون أن المتهمة في تلك القضية شقيقتها خلود خير بيك التي تدعي أنها مستشارة في القصر الجمهوري وبأنها عضو لدى المجلس الملكي البريطاني وأنها من أصحاب النفوذ. وقالت فتون أن شقيقتها تهددها بأسماء كبيرة في البلد، منهم ضباط برتب عالية ووزراء تربطها بهم علاقات، من بينهم اللواء غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد وذراعه في الفرقة الرابعة. وتابعت أنها وصلتها تهديدات من اللواء غسان بلال ومن قريب للعميد قصي عباس والعميد كمال حسن الذي يرسل التهديدات عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن شقيقتها تحاول أن تقحمها في العديد من القضايا، وبررت أفعال شقيقتها بأنها تتوعدها منذ دخولها سلك القضاء بعزلها ومنعها من دخول القصر العدلي، كما أن مكتب فتون الوحيد والذي تملكه في دمشق حيث كانت تزاول في مهنة المحاماة قبل انتقالها إلى السلك القضائي حجز عليها. وناشدت فتون الرئيس بإنصافها والوقوف بجانبها ضد أفعال شقيقتها ومن يهددونها، فكان رد الرئيس السوري عليها بأن أصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية. وتعد عائلة خير بيك من العائلات المقربة لعائلة الأسد والتي برز اسمها بعد سيطرة الرئيس حافظ الأسد.